تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم لموجز لأهم الأخبار الرياضية. بداية، قاد مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح فريقه السد للفوز بثمانية أهداف نظيفة أمام نادي السيرية في إطار جولة 13 من دوري نجوم قطر. وسجل بغداد بونجاح أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين ليرفع رصيده التهديفي إلى 12 هدفا هذا الموسم. أكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن دولي الجزائري إسلام سليماني يقترب من تقمص ألوان أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو القادم. وأكدت ذات الصحيفة في حال رحيل اللاعب بوسا ديمبيلي عن صفوف فريق أولمبيك ليون فإن النادي الفرنسي سيدخل في مفاوضات مع إسلام سليماني الذي ينتهي عقده مع ليستر سيتي خلال شهر جوان المقبل. كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني سيكون جاهزا لمباريات ناديه القادمة. وأكدت ذات التقارير أن رامي بن سبعيني سيكون جاهزا لمباراة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ أمام نادي بايرن ميونخ ضمن مباريات الدوري الألمانية. قام الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام لاعب نادي نابولي الإيطالي بلفتة إنسانية رائعة اتجاه طفلة إيطالية تعاني من مرض عضال. وشارك الدولي الجزائري فوزي غلام في حملة من أجل جمع التبرعات لمساعدة الطفلة روزانا والتي تبلغ من العمر 16 سنة. في خبر آخر، تجرى غدا الجمعة القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية والدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. ويتعرف ممثلو الكرة الجزائرية مولودية الجزائر شباب الوزداد وفاق سطيف وشبيبة القبائل على منافسيهم، إذ من الممكن أن تعرف مواجهات قوية ودربيات عربية. في الأخبار المحلية مشاهدينا، تلعب مساء الجمعة ثلاث مباريات متقدمة على الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى. هذا ويستقبل نصر حسين داي فريق جمعية الشلف للبحث عن فوزه الأول هذا الموسم. من جانبها ستكون شبيبة الصورة أمام فرصة تقليص الفارق عن الرائد وفاق سطيف عندما تنتقل إلى سكيكدا لمواجهة الشبيبة المحلية. وفي لقاء آخر، تبرز القمة المحلية بين شباب قسنطينة وجمعية عين مليلة على ملعب الخروب. تم إطلاق صبيحة اليوم صراح الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسن حمار بعدما أنهى عقوبته في السجن. وكان حسن حمار متهما بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد أموال تخص شركة خاصة. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم لطي الورقة الرياضية. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، كما يمكنكم من خلاله تحميل النسخة الإلكترونية لجريدة الزاهي سبور. شكرا لكم والسلام عليكم. هل أتعبكم ألم الحلق واحتقان الأنف؟ لستم وحدكم، فلقد بدأ موسم الحساسية وزيادة الأتربة بالجو. كلنا معرضون لهذه الآلام المزعجة والتي تجعل كل شيء أصعب وتحرمنا من التنفس أو النوم بشكل طبيعي. حتى مجرد البلع أو الكلام يصبح صعبا ومؤذيا، ولكن هنالك حل. هل جربتم لوزتي؟ لوزتي يضمن لكم تخفيف آلام الحلق والاحتقان بشكل سريع خلال 30 ثانية فقط، حيث يعمل على ترطيب الحلق وتبريده لتسكين الألم ومنحكم راحة فورية تمكنكم من التنفس والبلع أو الكلام بشكل طبيعي. ليس ذلك فحسب، لوزتي متوفر بنكهات مختلفة ومميزة كالزنجبيل والبرتقال والنعناع، بالإضافة إلى نكهة العسل والليمون. مع لوزتي 30 ثانية فقط تكفي. هذا المنتوج متواجد في كل الصيدليات.